أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير التعليم بشقيه قبل الجامعي والجامعي والارتقاء بمستوى البحث العلمي. هذا وقد شدد السيسي على أهمية الدور المجتمعي في دعم منظومة التطوير التي تهدف لبناء نظام تعليمي حديث ومتطور يسهم في بناء شخصية الإنسان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بدأت جلسة المباحثات الرسمية الثنائية بين دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبد الرئاسي. هذا وقد جاءت جلسة المباحثات لبحث مجمل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر عقب انتهاء المباحثات مع الرئيس اللبناني أن يلتقي مدبولي رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر إقامته بقصر عين التينة، والتي يتم خلالها بحث مجمل العلاقات والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين، على أن يعقب ذلك انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بمقر مجلس الوزراء اللبناني. وجه النائب العام السوداني المكلف باستجواب الرئيس السابق عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقد وجه النائب العام أيضا بالتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وإحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية، كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة. دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مؤيديه إلى التظاهر السلمي غدا السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو. وقد دعا غوايدو لهذه التظاهرات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويأتي ذلك غداة إحباط الجيش انقلابا عسكريا وتأكيد ولائه للرئيس مادورو. ويذكر أن مادورو قال إن المعنويات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم على حد قوله. ورياضيا، فاز فريق إنبي على ضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب بيترسبورت. هذا وقد جاءت المواجهة في ختام منافسات الأسبوع 31 بمسابقة الدور الممتاز لكرة القدم، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 33 نقطة في المركز 15 خلف بتروجيت الذي تجمد رصيده عند النقطة 34.